ايه مدى تدخلك في الادوار اللي بتعملها علا رامي؟ علا رامي ولا اعرف، انا بفاجئ بالحاجات بتتعرض لها اصلا والناس بتبارك لي والله العظيم، ولا اعرف هي بتشتغل ايه ولا بتعمل، ولا مراتي حتى اعرف هي بتشتغل ايه ولا بتعمل، مش دعوه بالشغل خالص. بمناسبه الشغل بقى ومراتك، في ناس كانت بتقول انت اللي خليتها تعتزل. يا راجل يا طيب، اعتزلت ايه؟ ما اعتزلتش، هي بقت ماما فقالت انا، هي ممثله فعارفه قد ايه الوسط بياخد الانسان، وشافت صاحبتها اللي خلفه، ان يعني في واحده صديقتنا نجمه كبيره جدا بتتلخبط في اسامي اولادها، فياسمين ام قوي، فهي ما كانتش حابه بنتها، يعني حابه تبقى مع بنتها فتره تكوين شخصيتها وعقلها وكده، فقررت ان اول 3 4 سنين في حياه بنتي انا مش هشتغل. وكان بيجي لها شغل كتير، يعني بقى هي احنا جبنا البنت بعد مزاج الخير، فكانت مكسره الدنيا وعامله دور مكسر الدنيا، والعروض بقى عماله تيجي، لا انا خلاص حامل مش هينفع، يا بنتي يلا اشتغلي، طب اشتغلي وانت حامل مش مشكله وهنجيب، لا انا ماما دلوقتي لما اولد ابقى اجي. فبعد ما ولدت قالت لا انا هستنى سنتين ثلاثه كده، اللي هو بنتي بس تقف على حالها تخش المدرسه وبعد كده ارجع مدرسه. استنت 6 سنين اهو، عدت ما خلاص، ما هي ما السنه دي اول سنه مدارس، هترجع ان شاء الله شغل رسمي. في حاجه جايه؟ لسه في، يعني بيتعرض عليا مش عايزه تعمل حاجه. انت عارف انت لما بتغيب فتره عن الشغل، الشغل بينساك، فهي مش حابه ترجع بحاجه اقل، مش مكانا اقل فنا، ان يعني هي تعمل حاجه تبقى قويه ومع حد قوي، يعني حابه دوت ان يعني اصدقائها النجوم تعمل حاجه معاهم تتعلم قوي زي مزاج الخير، لان ده كان اخر حاجه ليها، حابه ترجع بحاجه قويه زي مزاج الخير كده. الاسره الفنيه اللي طلعت منها ازاي اثرت فيك؟ كل الناس بتسالني السؤال دوت، بس هو اغرب اجابه هو ان انا ما كنتش شايف ان اسرتي اسره فنيه، وكنت بتعامل، يعني عارف انت لما تعدي على خالتك صح الرامي، تلاقي جوز خالتك حسين الامام تفطر معاه وصبح صبح وتقعدوا تهزروا مع بعض، مامتك تعدي عليك علا رامي تاخدك، تروح رايح في اللوكيشن كله نجوم وفنانين وممثلين صف اول، فده كان الحياة بتاعها، دي حياتي العادية، يعني انا بالنسبة لي ما كنتش ايه ده ماما وصاحب والدي وصديق حسين وزميل والدتي في الشغل وزميلة، كان ده العادي، يعني انا كان كل الناس، كان في فيلم ما تيجي نرقص كان في مشهد نايم في حضن يسرى، اول ما الفيلم اتعرض لقيت كل اصحابي في المعهد فنون مسرحية، انا كنت تمثيل واخراج فنون مسرحية، جايين بيقولوا انت ازاي نمت في حضن يسرى وعادي كده يا مامي، يعني انت ازاي قدرت يا جماعه عادي، هي فعلا زي يعني هي فعلا زي امي، لان صاحبه والدتي، فاللي انا شايفها ان دي ماما، فيعني بالنسبه لي انا يسرى بشوفها في المناسبات وفي العزومات وبقول لها ازيك يا طنط عامله ايه، وطبعا انت دافع لها سيفا، فاللي هو الموضوع بسيط جدا ما بيننا، فالموضوع عادي بالنسبه لي، ما كانش معاناه خالص. ايه بتتعامل ليك علاقه بالفنانه شريهان؟ حاولت يبقى لي علاقة، بس هي مش حابة، فأنا احترمت دوت، وهي ما كانتش حابة مش لأن هي إنسانة مش كويسة، لا هي ما كانتش حابة لأن هي كانت بتمر بمرحلة نفسية وجسدية سيئة جدا، فقررت إن هي تبعد عن العالم كله، وأنا احترمت دوت، هي دلوقتي بقت كويسة، بس خلاص ما احنا كبرنا، يعني مش هقعد كل شوية أتصل بيها، يعني كده سايبها براحتها، هي حابة تتواصل خلاص تمام. بالنسبة لي من أحب الأفلام في السينما المصرية فيلم خلي بالك من عقلي، بحبه عشان شريهان في الفيلم ده بالذات، دي عاملة أعلام السينما المصرية، يعني أنت عندك شريهان دي من أكبر ممثلي المسرح ومن أكبر ممثلي السينما في مصر والوطن العربي، يعني عندها روح كده لقدام الكاميرا وشقاوة كده جميلة، غريبة جدا، جميلة جدا طبعا. مين المعجبة اللي كانت بتطاردك؟ كتير، لأنه موقف، ما أنا بسألك أنت فكر بقى، أكيد في يوم واحد، لا هي في يوم واحدة كانت بتطاردك جامد يعني، يعني مثلا خلينا في واحده جات لي فرحه وقعدت تعيط بره في الباركينج، وبعتت لي فيديو ان ما رضيتش تخش الفرح، من اللي هم بيطردوني دولت يعني. وياسمين تصرفها ازاي مع المعجبات بقى؟ تضحك عادي؟ عادي ولا بيفرق، يعني هي متعوده اصلا من قبل ما نتجوز حتى واحنا خارجين، ان البنات بتيجي تتصور، هي جمهورها ناس كده محترمه ووقوره، اللي هو استاذ حسن اتفضل يا فندم بعد اذنك يا فندم اتصور مع حضرتك كده، متعوده ان انا ببقى معاها في مكان البنات بيصرخوا بيجروا يحضنوني ويبوسوني، فهي خلاص متعوده على ده، يعني دي بالنسبه لها مش ازمه ان هي تشوف ده بيحصل، حتى يومين هذا انا مثلا بقالي ما نزليش عمل بقالي كام سنه، من 2015 ما نزليش عمل، من 2015 ولا 2016 ما نزليش عمل، حتى يومين هذا البنات بيشوفوني بيصرخوا ويجروا عليا، فهي خلاص متعوده على ده عادي يعني، وهي عارفه ان هي اللي ضايقه ان لو انا اللي صرخت وجريت على حد، لكن حد يجري عليا لا عادي خلاص.